إنفو لايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفو لايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. من إنفولايف تي في مباشرة من القدس معكم فراس حامد لأهم العناوين. المسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل من قبل السلطة الفلسطينية الدكتور صائب عرقات صرح أمام الإعلام الفلسطيني بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وعد أبو مازن رئيس السلطة بإزالة معابر وحواجز أساسية في الضفة من أجل تسهيل الحركة على الفلسطينيين. هذه الأقوال جاءت بعد أن صرح براك بأنه لن تكون إزالة معابر. التوتر الشديد مازال مستمرا بين حماس وفتح، حيث ممثل من فتح يقول بأن حماس سوف يقوم بموجة تصفيات ردا على اعتقال نشيطي حماس في الضفة على يد نشيطي فتح. فحماس اليوم حاولت تصفية رئيس شرطة حلحول، وهذا بعد أن قامت البارحة أيضا باعتقال نشيطين من فتح خلال حفلة زفاف. وزارة الداخلية التابعة لحماس صرحت اليوم بشكل رسمي عن إقامة أسطول عسكريا لحماس، والذي يتألف من 150 مسلحا من حماس، والذي من وظيفته الدفاع عن شطوط غزة من السرقات والحفاظ على الأمن والاستقرار. شركة رافائيل الإسرائيلية التي تنتج الأسلحة في الفترة الأخيرة تصرح اليوم للإعلام الإسرائيلي بأن الصواريخ المضادة لصواريخ القدسام والكاتيوشا من شأنها أن تكون جاهزة في السنة القريبة، ويمكن استعمالها عن طريق الجيش الإسرائيلي من أجل الدفاع عن المواطنين. الإعلام الأمريكي ينشر اليوم بأن الموقع الإسرائيلي دبكة قد أوقف وأقفز الأمن الأمريكي بأكمله، حيث كانت تفتيشات كبيرة بعد أن نشر الموقع دبكة بأن هناك سوف تكون انفجار كبير في منهاتن ودول أخرى. إنفو لايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفو لايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفو لايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفو لايف تي في.